أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج مساء وصباح وحلقة جديدة على الهواء مباشرة تحت عنوان الصحف الإلكترونية. عفوا، دلوقتي احنا عايشين في عصر السرعة. عصر السرعة خلى كل حاجة في حياتنا، أو بمعنى أصح رتم حياتنا، بقى سريع جدا، من أول الأكل والشرب. كلنا أو معظمنا بيعتمد على الوجبات السريعة، خصوصا الناس اللي بتقضي وقت طويل قوي برا بيتها. نيجي لعمليات البيع والشراء، نلاقي أن معظم برضو المجتمع بقى معتمد على الأونلاين، وأن هو مش مضطر ينزل من بيته يروح السوبر ماركت أو يروح المولات أو الأسواق يعمل شوبينج أو يشتري مستلزماته. كل حاجة بقت تيجي أونلاين لحد باب البيت، سواء من مصر أو الناس اللي بتحب تجيب مستلزماتها أو لبسها أو موبايلاتها أو أي أدوات من بره مصر، برضو سهل عليها جدا أن هي توصل لها لحد باب البيت. وصولا بقى لمرحلة معرفتنا بالأخبار والأحداث اللي بتمر بيها البلاد، بقينا نعرف الأحداث فور حدوثها، وده برضو عن طريق الصحف الإلكترونية والسوشيال ميديا. وده هيكون موضوع حلقة النهاردة، وهيكون معايا ضيف الكريم الأستاذ وليد ناجي، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم والكاتب الصحفي بجريدة الشروق. أستاذ وليد، أهلا ومرحبا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ. خلينا الأول نتكلم بشكل مبدئي كده عن الصحف الإلكترونية، نشأتها والتطور اللي حدث فيها بحيث إن هي تكون تواكب وتجاري عصر السرعة اللي احنا عايشين فيه. تمام. هو طبعا الصحف الإلكترونية منذ عصر أو بدء عصر التكنولوجيا الإنترنت، وإن العصر بدأ يمكن في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، ثورة الإنترنت اللي حصلت على مستوى العالم كله أثرت بشكل كبير جدا في كل المجالات زي ما حضرتك قلتي في المقدمة. فبالتالي أثرت على الصحف، ده بشكل طبيعي بما إنها مهمة إخبارية. الصحف في بداية النشأة بدأت تفطن، أو الصحف الورقية بدأت تفطن إنها لازم تبقى متواجدة على شبكات الإنترنت، بما إنه عنده زيارات كتيرة جدا أو عندها إقبال عليها على مستوى العالم. لا غنى عنها. المجتمع الأوروبي هو كان أول حد يشتغل على ده. أنشئت أول صحيفة إلكترونية في سنة 1990 تقريبا، في كانت صحيفة سويدية. بعد كده بدأت الولايات المتحدة الأمريكية أنشئت فيها مجموعة صحف، أعتقد إن أول صحيفة كانت شيكاغو أونلاين، دي أنشئت سنة 1992. بعد كده كان في مؤسسات أصدرت صحف بشكل كبير جدا، طبعا زي صحيفة واشنطن بوست، ودي كانت أول مؤسسة تنشئ موقع إلكتروني خاص بيها أو نسخة إلكترونية منها، وصرفت عليها طبعا ملايين الدولارات، كانت في 95. بعد كده في الوطن العربي ما كناش بعيدين عن ده، وبدأت بصحيفة الشرق الأوسط وصحيفة الأخبار اللبنانية. الانتشار الكبير بدأ من سنة 2000 أو 2001 في الوطن العربي، في الوطن العربي وفي العالم كله يعني. طبعًا. ممكن احنا لو هنتكلم على المجتمع الأوروبي، كان سنة 96 تقريبا وصل عدد المواقع الإلكترونية فيها ل 368 موقع. طبعًا. وفقا لإحصائيات ودراسات سابقة. احنا عندنا في الوطن العربي بدأنا الانتشار من الألفينيات 2001 و2002، وبدأ بقى عندنا دلوقتي مئات وآلاف المواقع الإلكترونية، سواء كانت إخبارية أو متخصصة في مجالات كتيرة جدا، بتتحدث وبتقدم الخدمة الإخبارية أو المعرفة للمواطن والقارئ بشكل كبير. طيب قبل برضو ما نخوض في موضوع الحلقة، هو إيه الفرق بين الصحيفة الإلكترونية والصحيفة الورقية؟ ما يميز الصحيفة الإلكترونية عن الصحيفة الورقية؟ تمام. الصحيفة الورقية أو الصحيفة، المميزات بتاعة الصحيفة الإلكترونية هي عندها مميزات كتيرة جدا عن الصحيفة الورقية، خاصة مع عصر التكنولوجي، لأن في النهاية أنا الصحيفة الورقية أنا بنعتبرها أنها حاجة جامدة ما فيهاش تفاعل. لو هنتكلم عن المميزات بشكل مفصل، هنقول أول ميزة عندها أنها قليلة التكاليف. دلوقتي زي ما حضرتك أشارتي، كل الناس، الطفل الصغير بقى عنده موبايل، بقى عنده إمكانية على الدخول على الإنترنت. قليلة التكاليف بالنسبة للمواطن، بالنسبة للمواطن هو مش محتاج يدفع فلوس عشان يقرا. طبعا أنا دلوقتي عندي باقة على الإنترنت، باقة إنترنت على الموبايل بتاعي. تمام. فبالتالي بقدر أدخل على مجموعة مواقع إلكترونية كتيرة جدا. حقيقي. بعرف الأخبار، بعرف التفاصيل بتاعتها بشكل مبسط من غير ما أتحمل تكلفة. مش محتاج إن أنا أروح أشتري طبعة. صحيح. ورقية بتلاتة أو بخمسة جنيه أيا كان الرقم بتاعها، كذا طبعة عشان أنا محتاج أعرف الأخبار من كذا مصدر. مظبوط. طبعا دي من بين المميزات التانية اللي هنتكلم عنها. تاني حاجة وميزة قوية جدا أتاحتها الصحف الإلكترونية، اللي هي السرعة زي ما حضرتك قلتي. والسرعة والأنية،
والآنية ومزامنة الأحداث. أنا دلوقتي الحدث بيبقى موجود، ببقى موجود في قلب الحدث عن طريق خلف الكاميرا بتاع أو خلف الموبايل وشاشة الكمبيوتر بتاعي اللي أنا بتابع من عليه الأحداث، بقدر أشوف الحدث بشكل كبير جدا بيحصل فيه إيه في نفس اللحظة بتاعته. طبعا ده ما كانش متاح في الصحف الورقيه. لو هنتكلم على اي صحيفه ورقيه اللي هي الاسرع وصولا للجمهور كانت الصحيفه اليوميه او الصحف اللي بتصدر بشكل بس يومي، بس بتصدر في ساعه معينه بنستنى كلنا معاد تبعت. انا لو محظوظ ومن سكان القاهره الكبرى او السكان اللي هي المناطق الحضريه او ضاحيه اللي هي القريبه، الصحف كانت بتطلع او بتصدر مساء يعني 12 بالليل بتاعت 11 بالليل 12. بتنزل لي ممكن 10 11 بالليل، فبالتالي اقدر اخد. فانا هضطر لو عندي حدث حصل الصبح هضطر استنى ليه بالليل عشان خاطر اعرفه. ده اسرع حاجه في الموضوع او اعرف تفاصيله بشكل كامل. تمام. طبعا ده ما بقاش دلوقتي، لا ده انا مش هستنى، ده انا في لحظه بدخل على موقع واثنين وثلاثه اعرف تفاصيل هنا واعرف اشوف حاجات هنا. بالاضافه لكده اول باول. بالاضافه لكده في ميزه بنعتبرها اللي هي خاصه بالصحفي نفسه اللي هي سهوله تعديل الماده الصحفيه المنشوره. يعني انا لو عندي ماده صحفيه كخبر معين اتناول حدث معين في الصحف الالكترونيه اتاحت ليا ان انا اعمل ابديت على الموضوع، اقدم معلومات جديده في الورقيه طبع وانتشر خلاص، هو الطبع اصبح حاجه ثابته. فبالتالي ما ينفعش، مش معقول اروح اسحب النسخ واروح اعدل واروح اقول صعب. لكن في الالكتروني بقى متاح ان انا اقدر اضيف ماده جديده، اضيف على الماده اللي انا قلتها بسرعه جدا. طبعا احنا لسه اتكلمنا قلنا عنصر السرعه مهم جدا في الموضوع. تاني حاجه او تالت حاجه احنا بنتكلم عنها بتميز الصحف الالكترونيه اللي هي فكره وجود عوامل مساعده. زي تمام؟ إيه؟ بتعمل تشويق للقارئ وان هي تخليه يتفاعل مع الموضوع، بمعنى ان انا عندي امكانيه ان انا اضيف فويسات، حاجات صوتيه، صور حقيقي. تمام، فيديوهات داخل الخبر داخل الموضوع خصوصاً بتاعي، خصوصا بقى لو حريقه، لو مشكله، لو عمل ارهابي، ان احنا نبقى شايفين راي العين احسن ما يبقى مكتوب. احنا بنشوف تبقى فعلا موثق اكتر، بدعم موضوعي كمان فكره توثيقه في نفس الوقت فكره تشويق، فكره ان انا بتابع الموضوع الاتنين. يعني في ناس ممكن ما بتحبش تقرا كتير قوي، تمام، حقيقي. فبتحاول تشوف فيديو، لو الفيديو عندي مثلا دقيقه من خلال الفيديو لقطت الحدث كله، عرفت التفاصيل بتاعته ايه، فده بقى متاح عندي ان انا بعمله. تاني حاجه او تالت حاجه او رابع حاجه في الموضوع في المميزات بتاعتها اللي هي التفاعل مع القارئ. طبعا دي ميزه ما كانتش موجوده تمام بالنسبه للصحفيين. يعني انا كصحفي الاول لما كنت بعمل الموضوع وبنزله في الصحيفه الورقيه ما عنديش امكانيه للوصول للقارئ. الراجل اشترى الجورنال وروح البيت قعد يقرا، طب هو لما بيقرا هو بيقول لي، بيسال في نفسه انا دلوقتي، طب انت يا صحفي اللي كتبت الموضوع ده في حاجات ناقصه عندك انا عايز اعرفها. طيب انا راجل، انت كتبت الموضوع تمام وانا شاهد عيان على الموضوع اللي انت كتبته، فانت في عندك عناصر منقوصه ما ذكرتهاش في الخبر، هو قاعد بيضرب كف على كف مش عارف يعمل ايه، وانا كصحفي خسران المعلومه اللي هو هيقولها لي. في نفس الوقت هو عنده رايه في الموضوع ما بيقدرش يقوله لي، ولو حاول واجتهد انه يعمله هيضطر يتكلم للجريده والجريده توصلني وتدور عليا او يبعت على الايميل، مشوار كبير قوي. وده قليل جدا زي ما حضرتك قلتي، في ناس كتير هتكسل تعمل ده، يمكن عدد قليل جدا من القراء. الا اذا كان بقى جهه او حاجه مختصه يهمها الامر فلازم هتتصل، او هو تضرر، البني ادم العادي او هو تضرر من الموضوع مثلاً، فبيبعت او حاجه شخصيه بيبعت رد للجورنال عن طريق الميل او عن طريق الجوابات. لكن دلوقتي ما بيش ده، مش هو العقبه، يعني احسن لأن كمان للصحفي لأن انا عندي دلوقتي بنزل خبر كل خبر تحتيه كومنتات، القارئ يقدر يدخل يعمل كومنت يتكلم على الخبر، وفي نفس الوقت انا كصحفي بشوف الكومنت بتاعه واقدر ادخل عليه واساله، اقدر اتواصل معاه بشكل لحظي. يعني هو انا ممكن بما اني صحفي حوادث في الاصل فهضرب امثله كتير على الحوادث، لو عندي حادثه معينه وانا بغطيها ففي قارئ يقول لي لا خد بالك ده في مش عارف كذا انا كنت موجود، فسهل جدا ان انا ادخل عليه واكمل منه المعلومه واخد منه الداتا واشتغل عليه. اقول لك حاجه هنا، ان معظم الشعب المصري دلوقتي بقى محرر وبقى محقق وبقى صحفي، فانت ممكن فعلا يفيد شعب مواطن بسيط خالص ممكن يكون اثناء الحدث كان موجود ومصور. صح. اساسي يعني احنا كان شفت فيديو قنبله بتنفجر وواحد واقف بيصورها، هو يعني بقى ادمان ان احنا نبقى محققين ومراسلين ان احنا عايزين نصور الحدث، فدي فعلا هتفيد الصحفيين جدا ان هم يتواصلوا مع الشعب، هي اضافه ليهم. ده اكيد، هي النقطه دي طبعا فيها طرائف كتير جدا في موضوع التصوير بتاع الاحداث خاصه القنابل والحاجات دي. هنتكلم عليها كمان شويه. في حاجه كمان مهمه جدا يمكن هي للقارئ برضو اكتر منها للصحفي،
فكره الارشيف الارشيف يعني ان بقى عندي ارشيف صحفي كبير جدا. انا دلوقتي كقارئ عادي في قرار خرج من مؤسسه ما انا مهتم بيها وليكن نعتبرها حاجه خدميه زي التموين مثلا، عايز ارجع للقرار ده، القرار ده من 5 6 ايام، صعب ان انا اروح ادور على جريده ورقيه وهروح اجيبها من 5 6 ايام والبياع هيقول لي مش موجوده والخبر كان موجود في مش عارف في اي ورقه او في الاخبار وفين ومش الاقيها. لكن لا دلوقتي انا لو عايز خبر من 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين لورا، تمام، هكتب الحاجه المعلومه هتطلع لي كام موقع اتكلم على الموضوع ده بالزبط. فاصبح عندي ارشيف بشكل كبير جدا ومتاح في اي وقت وبقدر ادخله في اي وقت وبدون تكبد وبدون عناء، تمام. بالاضافه لكده طبعا عندنا ميزه كبيره جدا اللي هي فكره القدره على متابعه الاخبار في اي مكان في العالم تحت اي ظرف تحت اي مسمى وفي اكتر من موقع. انا دلوقتي راجل مصري عايش بره مصر، عايز اتابع المواقع المصريه او عايز اتابع اخبار مصر، بس مش عايز اتابعها بمنظور الدوله اللي انا موجود فيها، عايز اتابعها بمنظور بلدي. لان ايا كان الدوله، هو طبيعة أي دولة كأخبار لما بتهتم بالأخبار بتاعة الدول التانية في نقط معينة، بونتات بونتات معينة، لكن الأخبار بتاعتي بدولتي لا، أنا بهتم بكل الأخبار اللي هي خاصة التفاصيل الصغيرة والتفاصيل الكبيرة. فأنا واحد مصري عايز عايش في السعودية، عايش في الخليج، عايش في أوروبا، عايز أتابع الموقع هتابعه إزاي أو عايز أتابع الأخبار هتابعها إزاي؟ اتاكد زر بقى ادخل على الموقع بتاعتي كان ايا كان اسم الموقع الالكتروني بتاعي وبدخل اتصفح على المواقع واعرف الاخبار بتاعتي بشكل كويس جدا وحاجه تشبعني اخباريا وتطمني على اهل بلدي او على التفاصيل اللي انا عايز افهمها. طبعا ده ما كانش متاح في الصحف الورقيه، وان كانت بعض الصحف بتسعى انها كانت بتعمل مكاتب خارجيه توصل الطبعات بتاعتها للدول الخارجيه، بس طبعا ده كان عدد قليل جدا وما كانش برضو هنرجع لمشاكل اللي احنا قلناها المميزات، لا ولا سهوله ولا سرعه ولا اي حاجه، مفيش حاجه هتديني. في نقطه يمكن حد الجانب الاعلامي او الناس في الادارات الاعلاميه ممكن يكونوا غافلين عنها، في نفس الوقت القارئ العادي ممكن ما يفهمهاش او ما يعرفهاش قوي، بتبقى موجوده وانا بعتبرها نقطه مهمه جدا جدا، حاجه اسمها التحليلات، تمام. التحليلات التحليل ده بيبقى عباره عن ايه؟ جوجل عمل لي خاصيه اسمها جوجل اناليتكس، تمام. الخاصيه دي بتخلي اداره الموقع الالكتروني تقدر تعمل ربط ما بين الموقع الالكتروني بتاعي والمحلل ده اللي هو وفره لي متصفح او شركه جوجل، تمام. المتصفح ربط بين الموقع الالكتروني نفسه ايه والمتصفح او الخاصيه اللي انا بقول لحضرتك عليها اللي هي جوجل اناليتكس دي، أوكي. اضافه بتبقى موجوده بعمل لها ربط ما بين الموقع الالكتروني والاضافه دي. مهمه الاضافه دي رائعه ومهمتها كبيره جدا لو الناس خاصه ادارات التحرير هتستخدمها وهتعتمد عليها هتطور من نفسها، هنتكلم عنها دلوقتي. اللي هي اولا بتعمل لي اتاحات كتيره جدا، بتعمل لي اول حاجه بتعرفني مين اللي موجود على الموقع الالكتروني بتاعي دلوقتي، زي نسبه المشاهده كده او نسبه المتابعه، ايوه يعني انا نسبه الزيارات. انا وحضرتك دلوقتي بنتكلم البرنامج موجود عندهم جوه في الاخراج او في اداره القناه، عارفين كم واحد بيشوف البرنامج، تمام، بحاجه معينه. لا بس ده تعدد بقى موضوع الزيارات بس. ليه؟ لان انا عندي كم واحد دلوقتي، تمام. طيب كم واحد دلوقتي هم الفئه العمريه بتاعتهم ايه، عندهم كم سنه، تمام، لان دي داتا اوريدي مكتوبه عند اكونت كل واحد او موقع كل واحد. مظبوط، هو بيعمل ربط بده. عشان كده انا بقول لحضرتك تحليل. الفئه العمريه، النوع بتاعه، هل هو ميل في ميل رجل او انثى، تمام. بيتدخل لي من موقع او داخل لي من موبايل ولا تابلت ولا ديسكتوب او كمبيوتر عادي، تمام. طيب داخل لي منين، من مصر، من بره مصر، من اي دوله، تمام. وكمان ايه، مش تحديد موقع بس، ممكن كمان يحدد لي الموقع جوه الدوله، تمام. طب هو موجود فين في الموقع بتاعي، موجود في قسم الاقتصاد، موجود في الفن، موجود في الرياضه، في الحوادث، طيب قعد قد ايه على الاخبار اللي موجوده عندي جوه. طيب
هو الاهتمام بتاعه رايح لاخبار ايه بالظبط؟ اولوياته اتجاهها ايه؟ اولوياته ايه؟ هو رايح لاخبار ايه بالظبط؟ يعني ايه الخبر اللي اهتم بيه ودخل وقعد عليه؟ ده يخلي الصحفي يعمل سبوت على ما يطلبه المتابع او ما يطلبه الزائر. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني هي عشان كده انا بقول لحضرتك لو ادارات تيجي من هنا بقى عمليه التطوير بقى تهتم وتطور باهتمامات الناس اللي داخله عندها. بتشوف الفئه العمريه هي كام؟ اهتماماتهم ايه؟ ده هو كمان بيقول لي انا الزياره بتاعتي جت منين؟ يعني انا دخلت من فيسبوك، من تويتر، من انستجرام، ولا دخلت من جوجل؟ ودخلت لما دخلت من جوجل كتبت اسم الموقع ولا كتبت عنوان الخبر او الموضوع اللي انا عايز ادور عنه فبيدخلني عليه؟ فكل الحاجات دي زي ما حضرتك قلتي لو المواقع الالكترونيه او اداراتها اتبعت او اهتمت بيها بشكل كبير، واعتقد ان الناس بتهتم بيها بشكل كبير خاصه الايام دي، هتطور من نفسها بشكل قوي وهتقدم داتا وهتقدم اخبار وهتقدم تهم المتابع، تهم المتابع بتاعها. ده يزود بقى من ارباحها، عدد الزائرين وانتشارها ده يزود من ارباح الموقع الالكتروني. طبعا هي الفكره ان الزيارات دلوقتي بقت حاجه مهمه جدا بالنسبه للمواقع الالكترونيه، وفي كل المواقع الالكترونيه بتسعى لزياده عدد الزيارات، لان الزيارات هي الربح الكبير او الاساسي في المواقع الالكترونيه، سواء كان عن اعلانات مسبوقه الدفع، مسبوقه الدفع اللي هي انا صاحب شركه لما اجي اعمل اعلان عند اي موقع اول سؤال بقى سهلوله ايه؟ انت زيارتك كام؟ قد ايه؟ قد ايه؟ يعني انت بتحقق زيارات قد ايه يوميه وحقق زيارات قد ايه شهريه؟ في ناس بتبقى اكثر تخصصا بتيجي تساله طب الفئه العمريه بتاعتك اللي بتستهدفها ايه؟ تمام؟ فبالتالي الزيارات كل ما كانت كتيره كل ما انا هستقطب معلنين اكتر، زي ما حضرتك بتشوفي المواقع الكبيره زي اليوم السابع، زي موقع 24، زي المواقع اللي هي منتشره بشكل كبير قدام القارئ والناس كلها عارفاها، هي اكثر مواقع المعلنين بتجري عليها. لان في النهايه انا راجل معلن عايز ادور على وسيله اعلاميه تظهر اعلاني اكبر انتشار، واكبر انتشار. فبالتالي لازم اروح لموضوع او موقع معروف. فالنقطه بتاعت التحليلات دي دخلتنا على الزيارات، علت معايا الزيارات، علت معايا هامش الربح. بالاضافه لكده في حاجه اللي احنا قلنا اعلانات مسبقه الدفع، في اعلانات بتبقى تاليه الدفع اللي هي الاعلانات الخاصه بالشركات البي ار او الشركات اللي هي زي جوجل، دي بتتعمل اعلانات حاجه زي اسمها جوجل ادسنس، وفي شركات كتيره جدا بنفس الوتيره بيعمل مجموعه اعلانات هو متفق اوريدي مع المعلنين وبيحط الداتا تحت اسفل كل خبر. بتلاقي كده لو دخلت على اي موقع بتلاقي الصوره محطوط عليها داتا معينه، دي بتبقى اعلان. كل ما الزيارات كتيره كل ما هو عدلي في العداد بتاعي ارباح تانية. يعني نقدر نقول هنا ان الاعلانات هي المصدر الاساسي او الاول في الارباح عند لدى المواقع الالكترونيه؟ طبعا. بعد ايه بعد الاعلانات؟ طيب يعني ايه مصادر الربح للموقع الالكتروني بعد الاعلانات؟ هي تكاتك كل الاعلانات هي اول حاجه في الموضوع ويعتبر الهامش الاساسي. اصلا انا يعني كموقع الكتروني هربح من الموقع بتاعي ايه اكتر من فكره الهدف؟ لان انا في ناس كتيره جدا بتعتبر ان الهدف هو اكبر ربح. ما هو في ربح مادي وفي ربح معنوي الاثنين. تمام. فهو بالنسبه لي كربح مادي هي جزء الاعلانات، سواء كانت اعلانات زي ما قلت لحضرتك مسبوقه او اعلانات عاديه، فبالتالي هي دي الجزء الاكبر في الاعلانات اللي موجوده عندي. ده بالعكس، ده هي الاعلانات كمان في الوقت الحالي ناس تطورت وبدات تشتغل على اليوتيوب وعملت شانلات، يعني المواقع الالكترونيه بقى عندها شانل على او شانلز على اليوتيوب، هي برضو نفس الفكره بتتكلم على الاعلانات اللي هتبقى موجوده فيها اللي هي اساس الربح. طب احنا لسه في نقطه الربح كده، لو هنقارن بين الربح بين الجريده او الصحف الورقيه والصحف الالكترونيه، لو هنقارن الربح بين الاثنين لو هنتكلم في الوطن العربي بشكل خاص، عشان بما ان الصحافه الالكترونيه نشات فيها او انتشرت فيها مؤخرا، هنلاقي زمان كان الورقيه اكثر طبعا بكتير جدا ربحا من الالكتروني، لان ما كانش حد عنده او ما كانش في انتشار للانترنت زي دلوقتي. يعني حضرتك زمان لو اتكلمنا مثلا على الانترنت ورجعنا شويه لقينا ان الموبايلات اتاحت فيها خدمه الانترنت وبقت موجوده في مصر بشكل كبير جدا في مؤخرا، يعني مش من سنين بعيده. فبالتالي الصحف الورقيه كانت اكثر ربحا من الصحف الالكترونيه، لكن بعد ما طغى الصحف الالكترونيه وطغت ثوره الانترنت وبقى الناس عندها تواجد على السوشيال ميديا زي ما حضرتك اوضحتي، وان انا في المقدمه وان انا موجود دايما على الانترنت بكل الفئات بتاعتي من اول البيبي الصغير اللي هو يا دوبك بثلاث اربع سنين، الصغير 3 4 سنين بيقعد يتفرج على اليوتيوب ويدخل عنده يبقى عنده اكونت على فيسبوك او تويتر.
فبالتالي كل الناس اتجهت الاعلانات، لان زي ما قلت لك في النهايه المعلن بيلجا للوسيله الاكثر انتشارا. وبالاضافه لكده نقطه الاعلانات دي كمان المواقع الالكترونيه ادت ميزه عن الصحف الالكترونيه فيها، عن الصحف الورقيه فيها، اللي هي ايه؟ انا كمعلن لما باجي احط اعلان في صحيفه ورقيه باخد مثلا نص صفحه او ربع صفحه، هو اعلان جامد. أنا مش عارف أتابع. لا مش مسألة متابعة بس، هو إعلان جامد بالنسبة للقارئ، أنا هشوفه هتفرج على الإعلان بمساحته والداتا اللي موجودة فيه، لكن ما عنديش قدرة على تاني، عايز تاني، عايز أفهم تفاصيل تانية. لا عايز أفهم تفاصيل تانية. الموقع الإلكتروني خلى ميزة كويسة جدا أو ميزة لطيفة إداها للمعلنين. أنا كصاحب شركة بعمل بانر مثلا عن وليكن مشروع زي المشروعات العقارية، بدخل بقول ان انا عملت كومباوند في منطقه معينه، والكومباوند ده في حاجات عقارات بشكل معين وشكل العقارات. البانر اللي انا موجود جواه بيتعمل له حاجه اسمها تضمين للينك خاص بالشركه اللي عملت ده، تمام؟ فمجرد ما بدوس على البانر بيروح محولني على الشركه اللي هي انشات ده، وبقعد بقى ادخل جوه الشركه اعرف التفاصيل كلها، ابقى في تواصل بيني وبين الشركه، اشوف صور جديده للموضوع اللي انا عايز اعرفه، اعرف ماهيه الشركه ايه عن طريق الموقع الالكتروني بتاعها، او بيبقى في مثلا عجبني المنتج عايز احجز حاجه وحده معينه مثلا، او احجز حاجه موجوده، او استغل الاعلان في ان انا احصل على المنتج اللي هو المعلن عنه. فممكن هو يضمن طريقه او اليه لحجز المنتج ده. تمام خلاص. خلينا نرجع بقى لنقطه الصحفيين والصحافه تاني، ونقول في فرق بين الصحفي المتخصص في جريده ورقيه عن صحفي متخصص في جريده الكترونيه، وهل الصحفي المتخصص في جريده الكترونيه بيكون مسجل في النقابه، في نقابه الصحفيين؟ خلينا نبدأ بفكرة في فرق ولا لا. هو الصحافة الإلكترونية طبعا زي ما احنا قلنا المميزات بتاعتها خلتها ليها متطلبات مختلفة عن الصحافة الورقية، تمام؟ الصحافة الورقية أنا كصحفي ورقي بيبقى عندي مساحة كبيرة جدا، ممكن العدد بتاعي بيصدر أو المادة مطلوبة مني أن أنا أسلمها مثلا واحدة الظهر أو اتنين الظهر، على أساس أن أنا بعتبر نفسي في جورنال يومي، فبيبقى عندي مساحة كبيرة أن أقعد وأحرر وأظبط وأعدل وأضيف وأوثق وأتكلم وأروح وأجي في الموضوع بتاعي كيفما أشاء، فبيديني مساحة كبيرة لده، تمام؟ فما عنديش عنصر السرعة اللي هو ملخفني، عايز دايما أطلع المادة بسرعة بشكل سريع جدا، تمام؟ من سابق الزمن. ده مختلف عن الصحافة الإلكترونية، تمام؟ لذلك هنلاقي ان الاخبار في الصحافه الالكترونيه بقت مش اخبار، احنا الاول كنا بنشوف الخبر او التقرير في الورقي حاجه ماده ضخمه، حاجه كده تقيله، تمام؟ لكن الالكتروني احنا ممكن نلاقي الخبر عباره عن سطر برضو، عشان خاطر صحه الحوادث او عشان عمل بقى الاسبقيه، عشان الجريده دي تسبق دي، فاي خبر لازم هينزل لازم هيتكتب، حتى لو حاجه فعلا هتتاخد في سطر، ما انا لو ما كتبتوش جريده ثانيه هتكتبه طبعا. في احنا من سابق الزمن زي ما احنا قلنا طبعا. دي حاجه بقى خلت الصحفي الالكتروني واقع فوق كاهله معادله صعبه جدا لازم يحققها، اللي هي ايه؟ معادله الدقه، معادله الموضوعيه، معادله المهنيه في الخبر اللي انا بعمله، التاكد من الخبر، السرعه عشان الحق او يبقى جريدتي دايما سباق او موقعي دايما سباق بالاخبار عن المواقع التانية. طبعا المعادله دي في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها او الصحفي الالكتروني من التعجل ما بقاش عنده قدره ان هو يعمل موازنه، صعب. لو خد عنصر سرعه بيفقد عنصر الدقه والموضوعيه، لو خد عنصر الدقه والموضوعيه بيفقد عنصر مثلا السرعه. طب واحنا معلش واحنا في النقطه دي عشان وقت الحلقه قرب ينتهي، الاول يهمك وفي حاجه انا عايزه اتاكد منها، انه الصحفي في الجريده الورقيه عنده امكانيه ان هو يستوثق من الحدث، ما ينزلهوش الا اذا فعلا اتاكد من الجهه او من المصدر مباشره، من المصدر الحدث قبل ما ينشره يكون متاكد. الامكانيه دي عند الصحفي الالكتروني ولا ما عندوش الامكانيه دي، امكانيه الاستوثاق من الحدث؟ هو الامكانيه موجوده، اصل هو في النهايه صحفي، تمام؟ يقدر يكلم اي مسؤول ويرفع سماعه التليفون عليه ويكلمه، بس انا زي ما قلت لحضرتك هو بيلجا ان انا انزل الخبر وبعدين ابدا استوثق منه، عشان كده هعرف اعمل ابديت للحدث. زي ما قلنا في المميزات، وده بتوقع الصحفيين الالكترونيين او المواقع الالكترونيه بشكل كبير في اخبار بتبقى كاذبه ومفبركه، هو
هو بينخدع فيها وبيجي وراها فبيحطها عنده، وبعدين يبدأ يدور على الموقع. يعني هو بيقول لك ايه، بيتعامل بمبدأ لا حط ده دلوقتي وبعدين توثق منه وهترد المسؤول، بعكس الصحفي الورقي. الاول لما يبقى عندي موضوع كان رئيس تحرير يجي يكلمك، لا انت جايب كلام عن خبر معين، ما جبتش رد مسؤول ليه؟ لازم يبقوا الاثنين موجودين عشان القارئ يبقى عنده مقارنه ما بين الاثنين. تمام. وفي اوقات كتيره بيبقى عندي خبر فبالتالي الخبر بيبقى كاذب، لما برجع للمسؤول بضطر ان انا يا اما اشير اليه واقول ان هو كاذب، تمام، في رد مسؤول، يا اما ان انا ما اذكرش اصلا في الصحيفه الورقيه. بالظبط، الصحيفه الورقيه بتبقى خلاص رفعت الاقلام، انتشرت ورفعت الاقلام. طبعاً. انا اتشرفت بوجود حضرتك النهارده، واتمنى ان يكون لو الوقت كان اطول كنا نستفاد اكتر. والله فعلا انا كان عندي حاجات كتيره جدا كنا نتكلم عليها، بس ان شاء الله يكون اول لقاء ومش اخر لقاء باذن الله. ربنا يخليك. مشاهدينا انتهى وقت حلقتنا، والحين يتجدد اللقاء. اسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.